الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعضنا باب جديد وهو باب الحركة الخط المستقيم، وبنبدأ بأول درس وهو الحركة والسرعة. تمام، عندنا إيه هي الحركة أساسا؟ لو بصينا كده للصور اللي موجودة دي كلها، هنلاقي إن الحركة عبارة عن إن أنا الجسم بتاعي بيبدأ يتحرك من موضع معين، والموضع بتاعه يبدأ يتغير بمرور الزمن. يعني مثلا لو أنا بصيت للعجلة ديت مثلا، هلاقيها بدأت الحركة. مثلا لو أنا خدت ديت كنقطة مرجعية، إن أنا هبدأ أرصد من هنا، هلاقي الجسم، هلاقي العجلة مثلا بقت فوق التلة، بقت بعد كده في الناحية التانية من التلة، وهكذا. نفس الكلام العربية اللي تحت ديت، حركة مقزوب زي اللي احنا شايفينها ديت، حركة المروحة نفسها لو أنا تابعت ريشة من الريش بتاعتها، حركة بندول، حركة كورة حد ماسكها بيحركها في مسار دائري، يعني احنا شايفين كده. جميل، يبقى ايه هي الحركة عموما؟ هي تغير موضع الجسم بالنسبة لجسم آخر بمرور الزمن، أو بالنسبة لنقطة مرجعية بمرور الزمن. تمام، النقطة المرجعية دي ايه؟ اللي هو الموضع البداية أو الموضع الرصد اللي أنا برصد منه. يعني مثلا خدت الكرة ديت مثلا اللي بيشوطها اللاعب، أول النقطة المرجعية هي النقطة الأول اللي الكرة كانت ساكنة فيها قبل ما اللاعب ما يشوط. بدأت الحركة موضوعها، بدأت الكرة موضوعها يتغير بمرور الزمن لحد ما استقرت في الناحية التانية على الأرض مثلا. جميل، يبقى إيه هي الحركة تاني؟ تغير في موضوع الجسم بمرور الزمن. ممكن أقول برضو شيل التغير في موضوع الجسم ديت وأقول عنه حاجة تانية خالص، هي إيه؟ هي إنه بيصنع مسافة أو إزاحة. مسافة أو إزاحة، إن الجسم بيبدأ يصنع مسافة أو إزاحة. تمام، وبالتالي هو بيغير موضع. جميل جدا، حلو أوي. لو أنا جيت مثلا ركزت مع حركة زي الكرة ديت، تمام، أو حركة العربيات اللي تحت ديت مثلا، فأنا جيت خدت، يعني جيت صورت فيديو مثلا، أو صورت الكرة ديت في أوقات متساوية. يعني مثلا جيت في الدقيقة في كل 5 ثواني مثلا لقطت لها صورة، لقطت صورة، لقطت صورة، لقطت صورة، وجيت جمعتهم زي ما احنا شايفين كده، جمعت الصور دي كلها زي ما احنا شايفين كده في صورة واحدة. الصورة اللي احنا شايفينها ديت دي اسمها ايه؟ مخطط حركة الجسم. ايه مخطط الحركة ده؟ صورة أو تجميع لحركة الجسم، أو تجميع لصور لحركة الجسم على فترات زمنية متساوية. تمام، بتوضح لي اتجاه الحركة وشكلها عامل ازاي للجسم دوت. تمام، يعني مثلا لو جيت لك الكرة دي، هلاقي مسار الحركة أو شكل الحركة شكل منحني كده. تمام، جيت شفت العربية مثلا اللي احنا تحت ديت، هلاقي خط مستقيم. جيت ببص على العجلة اللي فوق دي، برضو مسار منحني، وهكذا. جميل، نيجي بقى لأنواع الحركة. عندي نوعين اتنين من الحركة. أول حاجة الحركة الانتقالية، ودي بتتميز بحاجة بسيطة خالص، تميز بوجود نقطة بداية ونقطة نهاية. زي ايه؟ زي الحركة في خط مستقيم زي ما احنا شايفين كده، حركة المقذوفات زي الكرة اللي اللاعب بيشوطها. تمام، طبعا الحركة في خط مستقيم اللي احنا اتكلمنا عليها زي ما احنا شايفين ان حركة العربية دي كده، دي أبسط أنواع الحركة الانتقالية. جميل جميل، زي ما احنا شايفين برضه اهوت، ده كده يعتبر حركة انتقالية برضو. ليه؟ لأن عندي نقطة بداية ونقطة نهاية، اللي هي حركة زي بتاعة العجلة اللي على التلة ديت، حركة مقذوفات زي ما احنا قلنا اللي هي بتاعة الكورة اللي احنا شفناها ديت. تمام، كل ده مثال الحركة الانتقالية. ليه؟ إنه بيتميز بنقطة، بوجود نقطة بداية ونقطة نهاية، نقطة أبدأ منها ونقطة بنتهي عنها. جميل جميل، بعد كده الحركة الدورية، ودي بنعرفها إن هي حركة بتتكرر نفسها على طول بشكل دوري. زي ايه؟ زي مثلا دوران الارض حوالين نفسها، تمام، دوران القمر حوالين الارض، دوران حاجة زي ما احنا شايفين كده، واحد مركب كورة في خيط وبيلففها بشكل دائري، مروحة، حركة البندول تتكرر بانتظام على فترة زمنية متساوية. جميل، كل ديت حاجة، ده كله بيندرج تحت الحركة الدورية. جميل، ليه ايه؟ حركة بتكرر نفسها بانتظام. حلو اوي كده، جميل. دلوقتي بقى هنتكلم في السرعة.
دلوقتي لو انا حبيت اقول مثلا جسم ده سريع، جسم ده بطيء، دي حاجة مش دقيقة في الوصف بتاع الحركة بتاعته، تمام؟ فانا عشان اعرف مثلا اذا كان سريع الجسم مثلا ده سريع، اشوف المسافة مثلا او الازاحة اللي عملها، لو التغير يعني اللي حصل في موضعه حصل في فترة زمنية كبيرة اوي يبقى كده الجسم ده بطيء، ولا حصل في فترة زمنية متوسطة يبقى الجسم ده اللي هو ولا هو سريع اوي ولا هو بطيء. الجسم ده مثلا عمل التغير ده في وقت قليل جدا فيبقى سريع، وهكذا. من هنا بقى بينشأ عندي نوعين اتنين من السرعة. أول حاجة السرعة العددية، ودي عبارة عن إيه؟ عبارة عن المسافة اللي بيقطعها الجسم خلال وحدة الزمن، يعني بجيب المسافة وأقسمها على الزمن. خلي بالك هنا المسافة، أنا قلت المسافة، تمام؟ وبالتالي بإيه؟ السرعة العددية كمية قياسية. ليه؟ لأن أنا بقسم مسافة على زمن، جميل؟ ودايما موجبة، لأن ليه؟ المسافة موجبة، حلو كده؟ لكن باجي لحاجة اسمها السرعة المتجهة، هي عبارة عن إيه؟ الإزاحة المقطوعة في وحدة الزمن، يعني بجيب الإزاحة نفسها، الإزاحة الكلية اللي حصلت، تمام؟ أو الإزاحة اللي حصلت خلال الفترة اللي أنا عاوز أشتغل فيها، تمام؟ وبعد كده أقسمها على الزمن، وبالتالي هي كمية إيه؟ متجهة، لأن الإزاحة كمية متجهة حتى من اسمها يعني، حلو؟ وبما إنها بتعتمد على الإزاحة، والإزاحة ممكن تكون موجبة وسالبة وصفر، تمام؟ تبع بنقط البداية والنهاية واتجاه الحركة ما بينهم، يبقى إيه؟ ديت برضه السرعة المتجهة ممكن تبقى موجبة وسالبة وصفر، صح؟ جميل. لما نيجي نبص المثال زي اللي في الصورة دوت، العربيتين اللي ماشيين قدام، اللي ماشيين في نفس الاتجاه أو ماشيين عكس الاتجاه، لو حبيت اقول لك في الاول مثال، في المثالين الاتنين، ان العربيات كلها السرعه بتاعتها 80 كيلومتر في الساعه، جميل، واسكت، دي المفروض كده سرعه عاديه، حلو. هل وصفت لي حركه العربيات دي بصوره كامله، يعني خلاص او عرفتني اتجاه الحركه وكل حاجه؟ لا. لكن بقى لما اجي اقول لك مثلا العربيات اللي هي ماشيه في الاتجاه الشرقي دي، هاخد اتجاه الشرق واتجاه الموجب، بقول لك ايه السرعه بتاعت العربيات، التلات عربيات اللي ماشيه في اتجاه الشرق، اللي هي ايه الاتنين اللي فوق واللي هي الزرقاء اللي تحت ديت، تمام؟ سرعتهم 80 كيلو متر بالموجب او شرق، حلو كده. وسرعه العربيه اللي هي ماشيه بعكس الاتجاه ديت، اللي هي الزرقاء اللي تحت ديت طالعه كده دي، تمام؟ قلت لك 80 كيلو متر غربا او سالب 80 كيلومتر، يبقى معنى كده عرفتك ان هي ماشية عكس الاتجاه الموجب اللي انا فرضه، يعني عكس العربيات اللي فوق، حلو. وبالتالي السرعة المتجهة هي اللي بتوصف حركة الجسم توصيف تام، هي اللي بتوصف حركة الجسم توصيف تام، وفي القضيات اللي هنقابلها في معظم الشغل بتاعنا واحنا شغالين في المسائل وكده، تمام؟ الا اذا هو ذكر لك حاجة تانية، يعني هو قال لك مثلا ده المسافة اللي قطعها الجسم كذا نص، أو السرعة العددية للجسم كانت كذا، تمام؟ نخلي بالنا قوي واحنا شغالين. بعد كده عندي أنواع السرعة، عندي سرعة منتظمة وسرعة غير منتظمة. ايه هي السرعة المنتظمة؟ هي السرعة أو الحركة اللي بقطع فيها إزاحات متساوية في أزمنة متساوية، جميل. يعني ايه ازاحات متساوية؟ يعني لها نفس المقدار والاتجاه، زي مثلا العجلة ديت كده مثلا ماشية في الاتجاه ده، تمام؟ عملت أول حاجة دلتا إكس اللي هي الإزاحة الأولى يعني في زمن مثلا 5 ثواني، الإزاحة التانية برضه نفس الإزاحة مثلا اللي هي دلتا إكس في 5 ثواني، يعني عملت مثلا 5 متر في 5 ثواني، 5 متر كمان في 5 ثواني، وهكذا. دي كده بسميها سرعة منتظمة، حلو؟ حلو. اما السرعه غير منتظمه تخلي بالشرط ده اللي هو ايه، قطع ازاحات غير متساويه في ازمنه متساويه، جميل. خلي بالك انا هنا بتكلم على الازاحات، معنى كده ايه؟ لو انا عندي مثلا ايه، ممكن تختلف في المقدار وممكن تختلف في الاتجاه، هنشوف ازاي دلوقتي تختلف في المقدار وازاي تختلف في الاتجاه. عندي مثلا الجسم ده ماشي في اول ثانيه، زي ما احنا شايفين كده، قطع مثلا 8 متر، الثانية اللي بعدها قطع له 10 متر، الثانية اللي بعدها قطع 18 متر، الثانية اللي بعدها قطع 18 متر،
بيقطع ازاحات غير متساوية بس في نفس في أزمنة متساوية. ده أنا بسميه إن هو ماشي بحاجة اسمها التسارع، مش اللي هي السرعة غير منتظمة يعني. جميل، وده لسه هناخده في الدرس الجاي بإذن الله، اللي هو التسارع أو العجل. جميل، زي إيه تاني؟ حركة مثلا جسم بيسقط من أعلى بناء زي ما احنا شايفين كده، لو الطفل اللي بيرمي الكورة من فوق دوت، ولاقي إن الإزاحات اللي بيقطعها مش متساوية في نفس الفترة الزمنية. يعني مثلا في أول ثانية بلاقي مثلا قطع متر، في تاني ثانية مثلا بلاقي قطع 3 متر كده وهكذا. فهمتني؟ إزاي بقى بيحصل إن يبقى السرعة غير منتظمة بس عشان تغير الاتجاه؟ أنا مش شغال على إزاحة، هل الإزاحة من هنا لهنا تساوي الإزاحة من هنا لهنا في الاتجاه؟ لأ، بس بتساوي في المقدار أه، لكن مبتساواش في الاتجاه. يبقى برضو لو حصل إن السرعة بتاعت إن السرعة بتاعتي عملت إزاحات، أو الحركة بتاعتي ناتج عنها إزاحات متساوية في المقدار بس مش متساوية في الاتجاه، يعني ملهاش نفس الاتجاه، تبقى السرعة دي غير منتظمة زي الحركة الدائرية اللي احنا شايفينها دي. جميل، دي بينشأ عنها حاجة اسمها عجلة مركزية، برضه لسه هناخدها قدام. جميل، حلو أوي. نيجي بقى للتمثيل البياني، السرعة المنتظمة والسرعة غير المنتظمة. أول حاجة السرعة المنتظمة، لو رسمت علاقة بين الإزاحة والزمن هلاقي خط مستقيم زي ما احنا شايفينه كده. أول ثانية تلاقي قطع 5 متر، تاني ثانية قطع 10، يعني 5 في الثانية الأولى وخمسة في الثانية اللي بعدها وهكذا. جميل جميل، اللي هو الإزاحة والزمن. أما السرعة الغير منتظمة، لو رسمت الكيرف بين الإزاحة والزمن برضو تمام، هلاقيه بالشكل ده كده، شكل منحني تمام. لأن الإزاحات مش متساوية. يعني مثلا ألاقي هنا أول ثانية قطع فيها 5 متر، تاني ثانية مثلا ألاقي قطع فيها 10 20 متر مثلا وهكذا. بعين السرعة هنا إزاي؟ عن طريق أنا عاوز مثلا أجيب السرعة عند الزمن بـ5 مثلا، أقوم رايح وعامل مماس للكيرف ده وجايب الميل بتاعه، هو ده يبقى السرعة عند النقطة دي عند الـ5 ثواني. تمام، ودي حاجة اسمها السرعة اللحظية. تمام، دي لسه قدام شوية هناخدها برضه. لو حبيت أمثل المنحنى بتاع السرعة والزمن، بلاقي السرعة المنتظمة أو الثابتة أهي، بلاقي خط مستقيم بيوازي محور الزمن، اللي هو السرعة دايما ثابتة طول ما والزمن زي ما طول على مرور الزمن. يعني مثلا في أول ثانية كانت السرعة بتاعت 8 من 100، في الثانية التاسعة برضو كانت السرعة 8 من 100، في الثانية الـ13 كانت السرعة برضو 8 من 100، ما اتغيرتش. جميل، لكن هنا في السرعة الغير منتظمة بلاقي كيرف، بلاقي بيحصل عندي بينتج منحنى، ممكن بالشكل ده ممكن بالشكل تاني، ممكن تلاقيه الشكل الطردي وهكذا، على حسب التسارع أو العجلة اللي بيمشي على الجسم، اللي لسه برضه هناخدها الدرس الجاي. تمام، دي السرعة الغير منتظمة مع الزمن. حلو كده، جميل. نيجي بقى للسرعة اللحظية. قلنا لسه من شوية السرعة اللحظية كانت عبارة عن ايه؟ سرعة الجسم عند لحظة معينة. تيجي ازاي؟ باخد الميل بتاع المماس للمنحنى، برسم خط يمس المنحنى عند النقطة اللي انا عاوزها. يعني مثلا هنا هو عاوز مثلا السرعة هنا كده، عمل خط بيمس المنحنى عند النقطة دي وجاب الميل دلتا دي على الدلتا تي، ادتني الايه؟ الفي. جميل، السرعة المتوسطة برمز لها بالرمز في داش، وهي عبارة عن ايه؟ الإزاحة الكلية مقسومة على الزمن الكلي. يعني ايه؟ أنا مثلا لو أنا عندي نفس الكيرف ده هوت، جميل، أدي الإزاحة والزمن، عاوز أجيب السرعة المتوسطة، باخد الإزاحة من أول نقطة البداية لحد النهاية، الإزاحة دي كلها، وأقوم رايح شايف الزمن بتاعها كله ليه قطعه مثلا، يعني قطع مثلا 20 متر في اللي هو الإزاحة اللي عملها في الآخر خالص، 20 متر أهي مثلا في 5 ثواني، يبقى 20 متر على 5 ثواني مثلا، أقول إن دي في اتجاه الشرق في اتجاه الغرب وهكذا. يعني عندي بقى حاجة اسمها السرعة المتوسطة، في منها شكلين، في السرعة المتوسطة العادية ودي عبارة عن
دلتا اكس على دلتا تي، اللي هي عبارة عن ايه؟ المسافة الكلية اللي تعجز على الزمن الكلي، ودي قياسية، دي كمية قياسية، تمام. لكن بقى عند السرعة المتوسطة المتجهة، تمام، وهي عبارة عن ايه؟ دلتا دي على تي، تمام، اللي هي برضو الإزاحة الكلية على الزمن الكلي، ودي كمية متجهة، تمام. بس دي خلي بالك، دي مسافة كلية على الزمن الكلي، ودي إزاحة كلية على الزمن الكلي، تختلف، خلي بالك، تمام. عندنا بعد كده شوية ملاحظات على الرسم البياني، حاجات بسيطة عشان برضو دي بتيجي في الاختيارات، وفي الاختيارات والكلام دوت، فتبقى واخدين بالكم منها. أول حاجة، لو جابلك رسمة بيانية بالنظام ده كده ما بين الإزاحة دي والزمن تي، وقال لك إن الإزاحة ثابتة بمرور الزمن، معنى كده إيه؟ موضع الجسم ما بيتغيرش، يعني كده إن الجسم ساكن، سرعته بصفر. لكن بقى لما أجيب لك رسمتين زي دول، هتلاقي هنا إن الإزاحة بتتغير، تمام، بشكل خطي مع الزمن، معنى كده إن الجسم ماشي بسرعة منتظمة. بس لو خدت بالك، مش المفروض القط يطلع من نقطة الصفر ويطلع كده كعلاقة طردية، لأ، دي علاقة عكسية. معناها ايه؟ لما بص للشكل هلاقي ان الإزاحة بتقل بمرور الزمن، معنى كده ايه؟ ان الجسم اللي عندي بيقرب من النقطة المرجعية او من نقطة الرصد. يعني لو انا واقف عند نقطة الرصد، تمام، بقيس من عندها، هلاقي ان الجسم بيقرب مني، سواء بقى الحركة بسرعة منتظمة زي ما احنا شايفين كده ان الحركة خطية، او بسرعة غير منتظمة زي ما احنا شايفين كده في منحنى مرسوم. بس في الحالتين دول ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيقرب من النقطة المرجعية. طب لنفترض مثلا ان الخط ده كمل كده، كمل في الاتجاه السالب، معنى كده ايه اللي حصل؟ الجسم عدى النقطة المرجعية ومشي في عكس الاتجاه اللي كان ماشي فيه قبل الايه؟ قبل ما يعديها، تمام؟ جميل كده؟ جميل أوي. بعد كده هنشتغل شوية كام تمرين سريع كده بسرعة، هنجاوب عليهم على طول يعني، عشان بس نلم اللي فات. يقول لك أول حاجة، استغرقت سيارة تتحرك في خط مستقيم ساعتين لقطع مسافة 100 كيلو، إذا كانت أقصى سرعة لها أثناء حركتها هي 90 كيلومتر في الساعة، أقل سرعة لها هي 30 كيلومتر في الساعة، فإن مقدار سرعتها المتوسطة هي. نبص شوية، إحنا قلنا السرعة المتوسطة عبارة عن إيه؟ المسافة الكلية على الزمن الكلي. جميل جميل، عندي ايه؟ المسافة الكلية 100 كيلومتر في الساعة على الزمن الكلي ساعتين، يعني 100 على 2 فيها الكام؟ 50 كيلومتر في الساعة. هتقولي بس هو مديني ايه؟ السرعة أقصى سرعة وأقل سرعة. هقول لك، هو أنت ضامن إن هو مشي بيهم؟ ممشيش بيهم. لكن بقى دي لو هو حب يخليني استخدمهم، مش هيديني الجملة الأولانية اللي هي قال لي ايه؟ ان هو خلال ساعتين قطع 100 كيلو، لا، راح مديني دي، ومديني اقصى سرعة ومديني اقل سرعة، ويقول لي ايه؟ احسب له السرعة المتوسطة. تبقى ازاي؟ مجموع الاتنين دول على عددهم، يعني على 2، يعني 90 على 30، 90 زائد 30 ب 120 على 2 ف60. بس ده هنا كان في مسألة، يبقى غلط، لأن أنا مديك إيه؟ المسافة اللي قطعها الكلية على والزمن الكلي بتاعها، يبقى عبارة عن إيه؟ 100 على 2 في 50 كيلومتر. نشوف القوانين اللي عندنا الأول بتقول إيه. جميل. بعد كده بيقول لي الشكل المقابل يوضح مسار سيارة متحركة، إذا استغرقت السيارة زمن قدره نص ساعة لقطع هذا المسار، فإن السرعة المتوسطة، خلي بالك، قال لك إيه؟ العددية للسيارة، هي العددية، يبقى عاوز إيه؟ المسافة الكلية. المسافة الكلية عبارة عن ايه؟ ادي اول حاجة 10 كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو تاني، 5 كيلو تاني، تمام. نرجع تاني، معلش، عندك ايه؟ عبارة كده عن 30 كيلو ايه؟ متر. 30 كيلو قطعتهم في قد ايه؟ في نص ساعة، يبقى 30 على النص بيساوي 60 كيلو متر في الساعة، رقم دال. بعد كده ساعات بيديك رسومات بيانية كده ويقول لك ايه؟ يسألك على شوية أسئلة زي اللي احنا لسه شايفينها دي كده. الشكل التالي يوضح العلاقة بين الإزاحة، جسمه إزاحة جسمه متحرك إكس، وزمن حركته تي.
حد الأزمنة التي تكون فيها السرعة اللحظية للجسم بتساوي صفر. حلو حلو أوي. احنا قلنا السرعة اللحظية عبارة عن ايه؟ ميل المماس للمنحنى بتاع الإزاحة والزمن، صح؟ حلو أوي. لو امتى الميل ده يساوي صفر؟ لو المماس دوت موازي لمحور الزمن. نيجي نبص امتى على الكيرف ده المماس او المنحنى ده، يعني المماس يوازي محور الزمن، تلاقي عند نقط القمة والقاعان اللي عاملين بتاع اللي عاملين المنحنى دوت، زي النقطة اللي عند الاتنين دي كده، اللي هي دي اللي هو عامل لك عليها متقلها لك شوية، دي عند النقطة دي برضو كمان هتلاقي عند 5.8 تقريبا، تمام. هنا ديت عند 8، الكيرف الماس هيبقى موازي لمحور الزمن، معنى كده ان السلوب بتاعه بصفر او الميل بتاعه بصفر، يبقى السرعة اللحظية عندي بصفر. حلو. لو لاحظنا كمان حاجة هنا، هلاقي ان في جزء هنا في السالب من الازاح احنا لسه كنا قايلين عليه، يعني الجسم عكس اتجاه حركته وعدى النقطة المرجعية في الاتجاه العكسي، عدى النقطة المرجعية في الاتجاه العكسي، يعني النقطة اللي أنا واقف برصد منها، لأ ده هو جه جنبي وقام رايح معديني وكمل في الاتجاه المعاكس، وبعد كده جه عند نقطة تانية معينة ورجع عكس اتجاه حركته تاني وبدأ يمشي، جه اللي هي النقطة دي، وبدأ جه لحد النقطة المرجعية وبدأ يطلع تاني في نفس الاتجاه اللي كان ماشي في الأول خالص. تمام، بس كده، وده درسنا النهاردة. تمام، حلوا على الأسئلة اللي موجودة في كتاب الامتحان وكتاب المدرسة، ولو في أي حاجة وقفت قدامكم تقدروا تحطوها في الكومنتات، سواء على صفحة الفيسبوك اللي بيتعلن عنها على الفيديوهات، أو على الفيديو نفسه في الكومنتات على اليوتيوب. وبالتوفيق إن شاء الله.